ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألين، حاول لك التمرين حق الإكسل. يحتاج سوي شارت حق البي بي وجيب الوسط من جيب 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 القانون الوسط من الصيغ حق الإكسل وسوي. شو الحين أول شيء يحتاج أكتب كل أشياء. أنا كتبت كل شيء، سيستوليك دايستوليك. روح شوية شوية. بعدين هذا كل أشياء موجود بالأوراق، انت اكتب من هناك بس، سوي نسخ لصق. هذا كله كتبته من الأوراق. الحين يحتاج اجيب شيء صيغ. شوف كيف الطريقة، انا اجيب الصيغ هناك. انا الدف روح الى صيغ، بعدين هناك في جمعة القاهي اوتو سم، and then there is an option for average over there. امسك البيانات بعدين سوي انتر، دف الكي انتر من الكيبورد. تدف على طول على طول، شفت الوسط يجي من هناك. نفس الطريقة الكشف الثاني، انا اجيب هذا. الحين ايش باقي؟ باقي سوي شارت من هذا. امسك البيانات من اول الى اخر، روح الى insert وشوف احسن. شو خد البار اول شي من هناك، انا دف هذا شارت يجي. الحين ايش احتاج؟ عيادة تسميات. امسك الاحمر بعدين رايت كليك، في هناك على الداتا تيبل سوي نفس الشيء حق الأزرق. خلاص، هي الطريقة. هذا خلصت التمرين بحق هذا. السلام عليكم ورحمة الله.